почетный караул, отвозь московского гарнизона. Начальник почетного караула, старший лейтенант Скорняков. Thank you.
احنا نزور البلد الصديق، وهذا صراحة يعني هي لربما تكون زيارة اقتصادية، ولكنها بالنسبة لنا هي زيارة استراتيجية لجعل هذه العلاقات الطيبة جدا أن نعمقها وأنها ندعمها. وعلاقة دولة الإمارات بروسيا علاقة تاريخية، ونشكركم على وقوفكم مع القضايا العربية، وكذلك نحن دائما وقوف دولة الإمارات مع قضاياكم أنتم كذلك. وأنا يعني سعيد أني بالنسبة لي أنا والوفد المرافق لي كل الناس سعداء بهذه الزيارة، إن شاء الله أن تنتج عن مشاريع وأشياء طيبة.
Thank you.